مساء الخير. تغريني بعض المواقع في هذه الأحاديث أن أحول بعضها من سرد ورواية وبناء مواقف ووقائع إلى محاولة جعل هذه الوقائع والمواقف عملية دراسة وتأمل، لأنه بعض المواقع قد تكون العبرة فيها لا تقل أهمية عن الوقائع اللي فيها، لأنه أظن أنه هذه الفترة التي أتحدث فيها هذه الليلة هذه اللحظة يمكن أن تكون درس في إدارة الأزمات. أقصد درس ليس بمعنى أنه في حد بيعلم حد حاجة، لكن أنه في حد بيحاول يستعرض حاجة بدل من درس، دراسة مشتركة. لأني أعتقد أننا في حاجة جدا في هذه الظروف إلى دراسة بعض الأزمات بنظرة تحليلية وربما تشريحية، لأننا أظن أننا نواجه بعض الأزمات في هذه الظروف، لا أقول لا نحسن التعامل معها، لكن أقول أننا أحيانا نخطئ في مقاربة الأزمات. الأزمات باستمرار في حياة الشعوب وفي مسار صراعاتها الكبرى، يبقى الموقف إزاءها أحد موقفين: إما أن نترك الأزمة تدور بأصحابها وتأخذهم إلى حيث تشاء وتصبهم بالإعياء، وإما أن أصحاب هذه الأزمة يديروا وقائعها ويديروها بالإرادة ويأخذوها قدر ما تسمح بها موازين القوى أمامهم إلى ما يريدون أو قريبا مما يريدون. الأزمة التي أريد أن أتحدث عنها هذه الليلة وهي في السياق الطبيعي لما كنت أتحدث عنه وما لا أزال طريق إلى أكتوبر، هي الأزمة المتعلقة بما سمي مبادرة روجرز التي جاءت لنا في يونيو أو في أواخر مايو سنة 1970، وهي أظن أزمة مهمة جدا، وأظن أنها أثارت ولا تزال تثير كثير جدا من الحيرة لدى بعض المتابعين الذين قد نطلب إليهم أكثر أن يطلوا بعض الشيء على داخل الوقائع، لأن احنا مرات كتير قوي تأخذنا ظواهر الأمور ونمشي وراءها ونتصور أنه السياسة هي حركة وهي صوت وهي ضوء، وفي واقع الأمر أن السياسة مسألة أكثر جدا من مجرد حركة ومن مجرد صوت ومن مجرد ضوء. هذه الأزمة، أزمة مبادرة روجرز، في حاجتين اتنين مسألتين اختلطوا بعضهم. في مشروع روجرز الذي قدم يوم 9 ديسمبر سنة 1969، وفي مبادرة روجرز التي جاءت بعده تقريبا بسبعة شهور أو ثمانية شهور والتي كانت سميت مبادرة روجرز، المشروع شيء والمبادرة شيء. المشروع الذي قدم كان مشروع جرى قدم إلينا بعد محادثات بين الأمريكان وبين الروس في شأن حل مشكلة أزمة الشرق الأوسط، وفي ذلك الوقت نحن كنا فوضنا الروس أن يتكلموا سياسيا باسمنا في نيويورك وفي غيرها مع الأمريكان، لأنه كنا نريدهم أن يطلوا بأنفسهم على استحالة ما كانوا هم يسمونه الحل السلمي، وكنا نريدهم بالتجربة العملية أن يصلوا إلى حيث يدركوا أنه هذا الحل السلمي ما لم يصاحبه عمل عسكري حقيقي وكبير لا فائدة منه، لأنه لا يمكن الظروف التي نشأت بعد 67 لا يمكن مهما تصاعدت بها، مهما جرى تصاعد في استعمال السلاح ومهما جرى من حرب الاستنزاف، لابد من تعديل جذري لموازين القوى على الأرض حتى يمكن أن يقول أحد أن في استطاعته التحول أو البحث أو النظر فيما يمكن أن يسمى حل دبلوماسي. لا تستطيع الدبلوماسية ببساطة أن تبني إلا على موقف حقيقي وتترجم هذا الموقف. فإحنا كنا عاوزين الروس باستمرار هم لفترة من الفترات يشوفوا الموقف السياسي ويجربوا الكلام مع الأمريكان وعن طريق الأمريكان مع الإسرائيليين إذا أرادوا، لكنه كنا عاوزينهم يعرفوا بالضبط حصل إيه. في سبتمبر أكتوبر
كان في مفاوضات سنة 69 في مفاوضات مكثفة كتيرة قوي فيما يسمونه اللجنة الرباعية في نيويورك، الأمريكان والروس، وتقدم الأمريكان نتيجة لاستخلاصاتهم لمناقشتهم مع الروس بما سمي مشروع روجرز. مشروع روجرز هو مشروع متكامل لحل الأزمة على أساس قرار مجلس الأمن 242، بيتكلم على الانسحاب وبوضوح لأول مرة في وقت ثقة أمريكية، لكن بيتكلم عن التزامات السلام وهي تقريبا تكاد تكون كل ما يطلبه الإسرائيليين. وفي هذا الوقت إسرائيل رفضت مشروع روجرز في ديسمبر 69 لأنه كلامه على الانسحاب كان واضح. أرضتها ربما بعض ما وردت فيه من مواد عن التزامات السلام التي يقدمها العرب. في نفس الوقت وفي المقابل في مصر رفض مشروع روجرز، او على الاقل تقرر ان احنا لن نرد عليه مع اهتمامنا بكل ما جاء فيه عن ترتيبات الانسحاب او عن كلام الانسحاب او عن وضوح المسألة الانسحاب لاول مرة في وثيقة امريكية رسمية. الاسرائيليين اعلنوا طلبوا رفضوا القرار، رفضوا المشروع أقصد. ثم نصحهم هنري كيسنجر، نصح رابين وزير خارجية إسرائيل ذلك الوقت في واشنطن أن لا يبلغ الحكومة الأمريكية بالرفض الإسرائيلي، لأنه لا لزوم لأن ترفض إسرائيل وتنتظر حتى ترفض مصر، لأنه تصور أن مصر هترفضه أيضا. وفي نفس الوقت فمصر لنفس الأسباب تقريبا ولكن بموقف عكسي رفضت ولم تعلن، لكن تركت التسريبات تقول انه ما ورد في هذا المشروع بشأن الانسحاب مرضي لها او على الاقل مقبول او على الاقل قابل للمناقشة. فبقينا قدام موقف ملتبس. نمرة واحد، المشروع جاء نتيجة محادثات سوفيتية امريكية. ثانيا، جاء في يتصور انه بيعمل توازن في موضوع الانسحاب وترتيبات السلام. والطرفين اسرائيل ومصر في ذلك الوقت كلاهما رفضه. واحد اعلن او قال انه رفض ولكنه لم يبلغ رسميا، واحد لا اعلن ولا بلغ حاجة لكن ساب المسائل تاخذ تعبر عن نفسها وكل واحد بينتظر. بعد كده جات مبادرة روجرز بسبع شهور ثمان شهور، لكن كان في اشياء كتير جدا تغير. 9 ديسمبر لما قدم مشروع روجرز كان في غارات العمق، كان في التصاعد الذي وقع في الجبهة واللي حصلت الاشتباكات وكل ما اشرت اليه مما غير الموقف على جبهة القتال. وبعدين جت غارات العمق فخلقت وضعا مختلفا، ما تصوروا الامريكان توازن، وهنا قرروا ان يقدموا المشروع. لكن ما تقبلش، لم يقبل. سبع شهور ثمان شهور التاليه لتقديم المشروع والسكوت عليه حصلت فيها تطورات بلا حدود، غيرت الموقف. لانه في هذه الفتره اولا الثوره الليبيه جت فغيرت الوضع الاستراتيجي، وبعدين حصل زياره سريه لموسكو، حصل دخول صواريخ من نوع مختلف ومن طرز مختلف، حصل ان خبراء سوفيت وبقى في مشاركه سوفيتيه في الدفاع عن العمق حتى يتم تدريب توقف الصواريخ المصريه اللي راحت الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ولمده ست شهور، فالفجوه كان تغطيتها بالتواجد سوفيتي في العمق وليس في الجبهه. بقى في تطورات رفعت من حده الصراع الى موقف اخر وافق ما كنا نطلبه بالضبط، من انه اذا كنا ماشيين الى حرب الى ماشيين لمعركه كبرى على اقل التقدير، فهذه الحرب ينبغي ان تدور في ظل موازين دوليه تتحرك فيها الظلال النوويه من بعد، واحنا عارفين انها لن تستعمل، لكن لابد من جو ازمه بين القوتين الكبريين في مرحله معينه إذا كنا نريد المعركة أن تنتقل من مجرد صراع محلي مأمون العواقب إلى صراع إقليمي قد يلفت الأنظار إلى وضع دولي قد يهدد. في ذلك الوقت الأزمة كانت وصلت إلى هذا الوضع الدولي المهدد لعدة أسباب، وحتى الرئيس نيكسون كان واضح فيها.
لأنه دخول صواريخ أولا بهذه الدرجة وبهذه الدرجة من التقدم أيضا، وحتى ومعرفة كل جميع في ذلك الوقت بما فيها ما قاله الرئيس نيكسون واللي أنا أشرت إليه الأسبوع الماضي عن أنه ليس عندنا سلاح مضاد لهذه الصواريخ، لسه لم نصل إلى سلاح مضاد لهذه الصواريخ. كل هذا مع التواجد السوفيتي، مع مشاركة سوفيتية في الدفاع العمق وصلت إلى حد الاشتباك الفعلي، كل هذا خلق وضع دولي خطير بالغ الخطورة. في هذا الوضع الدولي الخطير والمسائل بين القوتين ممكن تبقى تلامس الموازين ويمكن تأثر عليها أو تهدد بأنها ممكن تؤثر عليها، بدأ إن الموقف على وجه اليقين بيتغير. على وجه اليقين في عناصر أخرى أكثر موائمة لمشروع روجرز، زي ما واضح مشروع روجرز جاء في ظل ميزان معين. احنا صعدنا الموقف في الجبهة الى درجة وجدناها متكافئة مع ما نريد، والاسرائيليين ردوا عليها بغارات العمق، وهنا الامريكان رأوا انه الموقف متوازن وتقدموا بالمشروع. لكن احنا كنا عاوزين نغير هذا الموقع، لانه غارات العمق كانت هي اخر كلمة قالها الاسرائيليين او اخر درجة في التصاعد وصل اليها الاسرائيليين لما راجز وزير الخارجية الامريكي ويليام راجز قدم مشروع. كل مشروع وكل اتفاق دولي او مشروع اتفاق دولي او تصور اتفاق دولي عادة لازم يجي او اصحابه يجيبوه في موقف ملائم لهم. اي موقف دولي او اي اتفاق دولي او اي تراضي دولي او اي تسوية دولية تحاول ان تمسك بوضع معين وتثبته كما تفعل الكاميرا تقريبا. الكاميرا بتثبت لحظة معينة وتضعها كأساس، لكن اتفاقية أو معاهدة أو مشروع أو تصور لحل في أي حاجة لابد أن إذا كان لابد أن يعبر عن واقع، فكل طرف يحاول أن تجيء هذه لحظة التعبير عن واقع، لحظة التقاط صورة، لحظة صياغة نص يرسم ويعبر في أحسن الظروف ملائمة له. إما يجي في ظرف هو عنده فيه تفوق، إما في ظرف يبقى عنده فيه توازن هو يرغب في المحافظة عليه، هو عنده ظرف يتوقع بعديه خطر يرغب في درقه. يعني على سبيل المثال الحلفاء جم أملوا اتفاق فرساي في ظرف هم عندهم تفوق كامل، وعملوا كده في المعاهدات اللي أعقبت الحرب العالمية الثانية في استسلام بلا قيد ولا شرط من جانب طرف. بقى مناسب يتعمل فيه اتفاق او تصور اتفاق او معاهدة بالنسبة للطرف. لكن على سبيل المثال اذا كان موقف متوازن، الانجليز والالمان وصلوا لاتفاقية بشأن تحديد نسب القوة البحرية وخلوها الثلاثة الخمسة، ثلاثة لالمانيا وخمسة لانجلترا في الوقت في الفترة اللي سبقت الحرب العالمية الاولى. بمعنى اللي عايز اقوله انه كل الطرف لا يرضى أن يصل إلى وضع تسوية، وضع اتفاق، وضع إطار تصور لحل أزمة إلا إذا كانت له مصلحة هذه اللحظة في الوصول إلى تثبيت موقف معين هو راضي عنه، وإلا لا يقبل هذا الاتفاق ولا يسعى إليه. الكلام اللي جايبينه الأمريكان في وقت مشروع روجرز غير مرضي، لأنه احنا صعدنا على الجبهة، الاسرائيل ردت بغارات العمق، الامريكان تصوروا انه في توازن، لكن احنا ونحن الطلب الذي له حق له ارض يريد ان يستعيدها لابد ان يغير ده، لابد ان يصل الى نقطة مناقشة او نقطة كلام عن تسوية او عن اي حاجة في وضع اكثر ملائمة له. مبادرة روجرز في الواقع جاءت فيما بعد وكان في ظروف تغيرت اتكلمت عليها، اللي هي من اول ثورة ليبية لدخول الصواريخ، دخول الاتحاد السوفيتي او قوات سوفيتية موجودة في العمق المصري، وفي صورة متغيرة. فهنا روجرز وزير الخارجية الامريكية لاحظ ايضا، ودي كانت مسألة مهمة في ذلك الوقت، انه في احنا بما انه السوفيت دخلوا الى هذا الحد في مساعدتنا خصوصا في المجال العسكري لم يعد ممكنا ولا حتى مقبولا انهم يظلوا يتكلموا عننا في الموضع السياسي،
موضع السياسي هنا كان لازم يستردوا، وهنا الامريكان بقى واضح قدامهم انه الكلام السياسي عندنا، لانه هم توصلوا مع السوفيت الى مشروع روجرز وهذا رفضناه، واذا فنحن اصحاب القضيه، واذا فالموضوع من الاول خالص موجود تاني للمناقشه، وقد انتقل من المجال الدولي بقى مباشره. اذا كانت واشنطن عاوزه تتكلم فيه فتتكلم فيه مع مصر. في ذلك الوقت بدا والموقف الاقليمي تغير والموقف الدولي بيتغير، بدا انه في ضروره الى اتصال بالامريكان بشكل ما، الى سماع الامريكان بشكل ما. الامريكان كمان بيسمعونا، كمان بيهتموا، لانه الازمه اللي او الازمه التي يمكن ان تتعقد بينه وبين الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت لم تكن فقط في الشرق الاوسط، لكن كمان كانوا عاوزين قربوا على، بيحاولوا يعملوا حاجه في فيتنام. نيكسون، رئيس نيكسون وصل للرئاسه في وضع تعهد فيه بانهاء مساله فيتنام، وجزء كبير جدا من الورق في ايد الروس في ذلك الوقت، وهم نشطين، وهو يرغب في تحييدهم حبه في الصراع مع فيتنام. ايضا الصين كانت دخلت بتقل موجود معين، وهو يعلم ان السوفيت موجودين مع الصينيين في خلاف واضح جدا، والخلاف منعكس ايضا في فيتنام ضمن موازين اخرى او ضمن ميادين اخرى. وبعدين في محادثات بين الطرفين على تقليل باقي السلاح، والصين الى خطوط عريضه للاتفاق اللي عرف بتحديد التجارب النوويه سولت واحد. ففي مصالح متشابكه. الشرق الاوسط فيدي موضوع مهم جدا، والامريكان ليسوا راغبين انه يتكلموا مع السوفيت في الشرق الاوسط، لكن كمان هذا اللي اتكلموا فيه وصل الى مشروع راجز اللي رفضته مصر، او اللي لم تقبله مصر، وايضا رفضته اسرائيل. فهنا بقى في حاجة الامريكان يحاولوا يشوفوا ايه الموضوع تاني. في ذلك الوقت عقد اجتماع لكل السفراء الامريكان في الشرق الاوسط، وعقد في طهران. في هذا المؤتمر بدا سفراء الامريكان في كل الدول الشرق الاوسطيه يتكلموا عن خطوره الموقف في الشرق الاوسط، وانه هذا الموقف يستدعي مبادره امريكيه، لانه ايرانيين قلقين جدا مما يجري، الاتراك اللي جنبهم في البحر الابيض، دول اوروبيه في حلف الاطلسي قلقه جدا من نشاط زائد الاسطول السوفيتي، الروس بيعبقوا شعبهم في الاتحاد السوفيتي، لانه في موقف في الشرق الاوسط قد يواجههم بما لم يستعدوا له او لم يتاهبوا له، بيحاولوا يأقلموا شعبهم انه قد تحدث خسائر في الشرق الاوسط في المعركه اللي مع مصر، وبيحاولوا يوروهم ان هذه جزء من الصراع العالمي ضد الاستعمار الى اخره، وهو صحيح بجزء منه يعني. لكن في موقف خطر بدا ينشا دولي، وهذا موقف كانت مصر بتريده، كنا عاوزينه. في ذلك الوقت وفي المؤتمر ده بيتكلموا على المخاطر وعلى كل اللي جاري، اقترح راجز انه يبعث مساعده وكيل وزاره الخارجيه جوزيف سيسكو الى القاهره لمقابله رئيس عبد الناصر. وجاء جوزيف سيسكو بالفعل الى القاهره وشاف الرئيس جمال عبد الناصر. وجاء شافه في ابريل، في 14 او 15 ابريل من سنه 1970. وبدا يسالوا عما اذا كان، هل ممكن الامريكان في يتكلموا مع مصر؟ هل مصر مفتوحه لكلام مع الامريكان؟ قبل كده هم كانوا عملوا حاجه من اغرب الحاجات في تاريخ الدبلوماسيه، او يعني مش اغرب، باستمرار الامريكان يطلعوا لنا اللي بنسميه جيمكس، الالاعيب الصغيره في السياسه. لما قدموا مشروع روجرز واحنا ادينا رضا عن بعض ما فيه خاصه بالانسحاب، وعدم رضا عن ما فيه خاصه بضمانات السلام، بدوا هم يتقدموا يعملوا حاجه غريبه قوي. كان موجود في مصر في ذلك الوقت بيرجس، دونالد بيرجس كان قائم بعمل السفير في مصر. بيرجس في ذلك الوقت راح لبعض الناس، وانا منهم، جالي في الاخر يعني ضمن من ذهب اليه، لكن هو في الاول راح قابل محمود رياض وزير خارجيه، وراح قابل صلاح جوهر وكيل خارجيه، وراح قابل حسن صبر الخوري وهو المثل الشخصي للرئيس، واقترح عليهم اقتراح غريب قوي. هو الاول بدوا مع حسن صبر الخولي،
بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انتوا ليه بتاخدوا موقف سلبي؟ ليه مصر دايما بتضيع الفرص؟ الحكايه الكلمه اللي بنسمعها كتير قوي تتقال لنا ان احنا والله بنضيع كل الفرص، وان احنا تخصصنا بقينا متخصصين في تضييع كل الفرص. انتوا هنا راجلز قال كلام بيعجبكم، طب ليه في كلام بعضه ارضاكم وفي كلام بعضه لم يرضيكم؟ طب ليه بتسكتوا او ترفضوا واحنا عارفين انكم مش قابلين، مع انه في كلام انتوا بتقولوا انكم مبسوطين منه وهو الكلام المتعلق بالانسحاب؟ خدوا الكلام اللي متعلق بالانسحاب وتعالوا ناقشونا في الباقي. وبعدين قال لو انا مطرحكم، انا كصديق لمصر، لو انا مطرحكم، راح مطلع ورقه اداها اول لحسن صبري الخولي وقال له هذه ورقه انا بعملها كصديق لمصر وليس كدبلوماسي امريكي، ومن فضلك انساها تماما، انسى ان انا قدمتها لك، هذه ورقه انا كصديق بتقدم لكم ولكم ان تعتبروها. كلامه هو نون بيبر، لا ورق. وحتى بعد كده كيسنجر سماها دي فانتوم بيبر، الورقه الشبح. قال له انا بديك الورقه دي لو مطرحكم انا اقدم الورقه دي عشان امسك بزمام المبادره واناقش اللي احنا بنقوله، وتعالوا قولوا لنا انتوا ايه، لكن خدوا هذه الورقه وادرسوها، وانا بعتقد ان فيها افكار قد تلائمكم، وانا بقدمها لكم كصديق وليس ولا اقدمها كدبلوماسي امريكي. ولو عرف انني قدمتها لكم كدبلوماسي امريكي سوف يصبح مركزي حرجا جدا، فمن فضلكم اعتبروها سر. في الاخر جالي برجس، جالي برجس برضه هو داير يعمل اقناع لكل، قلت له انا هو اسمه دونالد برجس، وانا رجعت الورقي وشايف انا قلت له ايه. هو قال لي الورق ما تناقشوا، يعني ليه بتضيعوا الفرصه؟ قال نفس الكلام اللي قاله قبل لمحمود رياض، وقاله لحسن صبري الخوري، وقاله لصلاح جوهر، وجا بيقول لي نفس الكلام انه هذه في افكار هنا بقدمها لكم كصديق، وحاولوا تجرونا الى حوار معاكم. فانا قلت له دان تدليع اسمه الاولاني، يعني قلت له شوف انا ما تقوليش، انا بعرف بعض الشيء عن حقائق العالم وانت بتعرفها، لا يمكن هتقدم لي ورقه تقول لي نون بيبر وفانتوم بيبر، ورقه شبح ورقه مش موجوده، لا ورقه دي حكايه غريبه قوي في الدبلوماسيه، وبعدين تقول لي ناقشها. طيب انا عاوز اقترح عليك حاجه، انا اولا انت بتعرف وانا بعرف انه يمكن دبلوماسي امريكي يقدم ورقه كده يعني ويقول اعتبروها مني انا بس، ما لم تكن حكومته راضيه وعارفه بيعمل ايه، ده كلام هذه بصراحه يعني جيمكس، يعني حاجات صغيره، لعب صغير لا يليق. انا بقترح عليك اذا كنت بدل ما تقول انها نون بيبر، كيف تطلب مني ان اعلق على لا ورقه؟ كيف تطلب مني ان اناقش او اتبنى او اخذ جدا حاجه انت بتقول لي عليها لا ورقه؟ ليه انت ما تحولهاش او تحاول تخلي وزاره الخارجيه تحولها الى مذكره ايضاحيه؟ مش انت بتقول لي انها لصالحنا؟ انا مش عاوزك تقدمها لي كورقه، قدمها لي كنوت فيربال، قدمها لي كمذكره شفويه ايضاحيه جايه منك وبوضوح، ليه ما تتصور انك تريد ان تقنعني بي فيما لم اقتنع بي انا اصلا مما قدمته الي؟ بلاش حكايه النون بيبر والكلام ده كله. فهم ادركوا يعني سواء مني او من غيري، وغيري كتير قوي يكلموهم لازم اقول يعني، ولكن الجيمكس دي كلها واضح انها مش تنفع، الالعاب دي كلها مش تنفع. لما جاء بقى سيسكو في ابريل، سيسكو في ابريل شاف جمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر في ابريل بيقول له انا عاوز اتكلم معاك بصراحه، انا ليس عندي مانع اطلاقا، بالعكس انا موافق جدا اتكلم معاكم. انا عايز اقول لكم حاجه وهي واضحه قدامكم دلوقتي، انه ازمه الشرق الاوسط الكلام فيها معنى، ونرجوكم انه انتوا الاتحاد السوفيتي صديق لنا ونحن متمسكين بصداقتنا مع الاتحاد السوفيتي، لكن نرجوكم ان لا تعتبروا قضيتنا جزء من صراعكم مع الاتحاد السوفيتي، قد تكون جزء من حركه عالميه بتطلب التحرر وبتطلب الاستقلال، لكنه الاتحاد السوفيتي معاكم في قضايا اخرى نحن لا دخل لنا بها. سباق السلاح بينكم وبينه مش بيننا، احنا مش طرف فيه، لا احنا مش قوة نووية. فهذا نرجوكم لما تيجي تبصوا للشرق الاوسط نرجوكم ان تنظروا اليه وتتكلموا معنا باعتبار
انه انتوا اصدقاء لاسرائيل، الاتحاد السوفيتي صديق معانا، انتوا ممكن تبقوا اصدقاء معانا، احنا اصدقاء مع دول كبيره كبرى في اوروبا من حلفائكم، لكن الصراع في الشرق الاوسط صراع العربي الاسرائيلي صراع محدد، له حدود وله اصول وله قواعد مختلفه وله مجال، لكن انتوا علاقتكم مع الاتحاد السوفيتي لا تخلطوها، بينكم الاتحاد السوفيتي الصراع يتعدانا ويتخطانا فلا تخطئوا في هذا. هذا الصراع العربي الاسرائيلي القرار في عربي وليس لاي حد تاني. حاجه تانية بيقول انه احنا التزمنا بقرار 242، لكن هذا القرار 242 نحن نعتقد انه بدل من كل هذا اللف اللي حواليه، هذا القرار مليء بالتباسات كثيرة جدا يستحسن توضيحها، ومن يريد أن يتكلم في حل لأزمة الشرق الأوسط لابد أن يتحدث عن هذه الالتباسات الموجودة في قرار مجلس أمن، ونحن قابلين للمناقشة فيها. وبعدين بيقول له أنه إحنا أكتر حاجة إحنا كنا عاوزينها، عاوزين اهتمام أمريكي، عاوزين اهتمام أمريكي بمشكلة الشرق الأوسط، ونحن نرى أمريكا لها مصالح كثير قوي، ونحن لسنا طرف مكلف بالاضرار بمصالح الامريكيه، لكن الامريكان عملوا معانا كذا، وانا مش عاوز ارجع كذا وكذا، ومش عاوز ارجع لتاريخ طويل. وبعدين زود جمال عبد الناصر على ده، جاء انه جاء في خطابه في اول مايو ووجه نداء مفتوحا للرئيس نيكسون بيقول له فيه يعني نحن نتقبل كل المساعي اللي انتم بتحاولوا تعملوها معانا، واحنا كنا ضمن يعني بنقدرها جدا لانها كانت مما طلبناه. نحن لم نعاديكم، نحن نطلب اهتمامكم، ولكن نطلب اهتمام قائم على مصالح مشتركة وقائم على احترام مشترك. والآن وصلنا إلى موقف أنتم بتقولوا فيه أنكم مهتمين، وإحنا بنقبل هذا الكلام، لكن عشان تثبتوا هذا الاهتمام في قدامنا واحد من اثنين: إما أن تطلبوا من إسرائيل أن تخرج من هذه الأراضي المحتلة سنة 67 بمقتضى ما لكم من النفوذ عليه وعليهم، واحنا بنعرفه وما فيش داعي نتكلم في كلام لا لزوم له، انتم تملكوا سلطه عليها لانكم انتم اديتوها كل حاجه، فاما ان تطلبوا منها انها تطلع من هذه الاراضي بما لكم من نفوذ. ممكن تقولوا لنا والله ليس لنا نفوذ وانتم مخدوعين، ونحن في هذه الحاله على استعداد لتصديقكم، لكن يبقى في شرط هنا اساسي ان توقفوا مساعدات السلاح لها. انتوا دلوقتي على وشك تدوها طائرات فانتوم جديدة، وقفوا هذه الأسلحة، وإلا نبقى إحنا معذورين إذا اعتبرنا إن هجومنا عليكم ما هوش تعدي، لكن أنتم في واقع الأمر أنتم أطراف باستمرار احتلال أراضينا بما تقدموه من دعم متواصل لإسرائيل. فيا إما تطلبوا منها الانسحاب وأنتم قادرين عليه فيما نظن، فإذا كنا مخطئين وانتوا رأيكم إن احنا مخطئين وإن كنتم ما عندكمش عندها هذا النفوذ الذي تتصوروا، احنا موافقين، لكنه في هذه الحالة يبقى في ضمان أساسي أو منطق أساسي، وهو والله طيب لا تساعدوهم باستمرار إمداد السلاح على استمرار أو على مواصلة احتلال الأراضي. سيسكو سافر وجمال عبد الناصر وجه نداءه لنيكسون، وبعدين بدا يتقال انه في جايه مبادره انه بيفكروا في واشنطن في حاجه تانية مختلفه. بيفكروا في مبادره. ودلوقتي الامور متصاعده بشده وممكن يحصل مشكله كبيره قوي بسبب سواء دخول سلاح جديد بسبب السوفيات بسبب الثوره الليبيه بسبب موازين اللي اتغيرت في البحر الابيض بسبب قلق الحلفاء بسبب كتير قوي. طيب. عاوزين وقف اطلاق نار مؤقت لمدة 3 شهور، وفي مدة هذه ال3 شهور سفير يارينج مندوب الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس أمن 242 سوف يتقدم بتفسيرات ويقوم بمسعى 3 شهور. ادوا فرصة 3 شهور وسوف تروا من صدق النوايا ما قد يرضيكم. وفي ذلك الوقت برضو إسرائيل بدت تقول انه إسرائيل مستعدة، وقالها لنا سيسكو، إسرائيل مستعدة لتنازلات لو سمعها العرب هينذهلوا إنهم لو سمعوها. كل هذا الكلام في السياسة في عدة مسائل، في مسألة مهمة جدا إنه أنت لا تستطيع أن ترفض على الإطلاق كل ما تسمعه، ولا تستطيع أن تصدق كل ما تسمعه.
لكن الأمر يبقى متعلق باستمرار التصديق أو رفض التصديق، يبقى متعلق بما تعده أنت من وسائل لمواجهة كل احتمالات. في هذا الوقت بدأ يبقى فيه نوع من الميل إلى قبول مبادرة روجرز، بدأ يبقى فيه كمان، إحنا كنا محتاجينها لأسباب كتير قوي كنا محتاجينها. أولا كنا بنعتقد، كان في اعتقاد أنه حرب الاستنزاف أدت أغراضها، وأنه الاستمرار فيها في هذا الشكل هو وبهذه الوتيرة هو نوع من الاستمرار في نسق أصبح معروفا. والآن ونحن مقبلين على مرحلة أخرى بيقالنا فيها اختبروا نوايا، إذن لابد أن نكون جاهزين بعد اختبار النوايا إلى مرحلة جديدة في الحرب. احنا محتاجين هذه المرحلة الجديدة في الحرب، سواء كان في اختبار نوايا او ما فيش اختبار نوايا. لكن اما وقد جاء موضوع اختبار النوايا، فموضوع اختبار النوايا ممكن ان يكون فرصة لنا ايضا لنقل وتحريك موقف معين او استكمال ضرورات معينة. اقصد انه في هذه الفترة اختبار نوايا قد يكون بالنسبة لي فرصة، بصرف النظر عن كل فوائده. ونحن نعلم اظن متصورين انه ايضا في عناصر على معارب كتير قوي، وفي عناصر في مصر قد ترى في ناس بيروا، ويمكن ده كمان من الحاجات اللي تبينها جمال عبد الناصر في طرابلس، انه تصميم على ان يكون هدف الاستراتيجي العرب في ذلك الوقت هو تدمير اسرائيل، قضاء كاملا على اسرائيل، هيخلي في عناصر كتير قوي تعارض اللي احنا بنتكلم فيه، تعارض ان بنقول والله في ايوه احنا قابلين فرصه وقف اطلاق النار واختبار نوايا ونرى بعدين ما نرى. انا بتذكر انه في اخر اجتماع بين جمال عبد الناصر وبين القذافي، بين رئيس معمر القذافي في ليبيا لما خلص مؤتمر طرابلس، انه قال له اخ معمر انتوا بتطلعوا قرار بتقولوا انه هذا هو الوقت المناسب لتدمير اسرائيل، وانا بقول لك ان ده كلام انا لا اقبله، وبعتبر التغطيه بعتبر الكلام عنه تغطيه لعجز عن الفعل، لانه اقصى المواقف تشددا بهذه الطريقه قد يكون رغبه في اعفاء النفس من عمل ما هو ممكن باستمرار. هو بيقول له باستمرار في السياسة في ثلاث درجات من الفعل، في أن تأخذ ما هو متاح لك، وهذا أنا برفضه، هذه مدرسة أنا لا أقبلها، في مدرسة أن تحقق أقصى ما هو ممكن، وهذه مدرسة أنا بعتقد أنها موجودة قدامنا وتساوي باستمرار أن نجربها، وفي مدرسة ترى أنه السماء هي الحدود، وانه لازم نعمل كل حاجه الان وفي هذه اللحظه وهنا. وانا لا اعتقد انه هذا، واظن ضرب له مثل، انا كنت موجود، ضرب له مثل قال له انه انت بتتكلموا انت واخواننا في العراق بتتكلموا عن هدم نسف هذه العماره اللي اسمها اسرائيل، وانا بعتقد انه هذا لسه ما جاش وقته وربما مش في جيلنا، لكن انا مستعد اكتفي في هذه اللحظة بنسف عمود خرسانة اساسي في مبدأ العمارة. اذا استطعنا ان ننسف عمود خرسانة في هذا المبنى فسوف نخل بتوازنه، وهذا هو الهدف. بالنسبة للوضع العالمي النهاردة، وبالنسبة للسند الامريكي لاسرائيل، وبالنسبة لاشياء كتير جدا، مرة واحدة لا يمكن صنع لا يمكن تحقيق هذا الهدف اللي انتوا بتحلموا بيه، لكنه عمل مستنير وعمل دؤوب وعمل مخطط على مراحل طويلة. أنا وبعدين حتى لما هو خارج من طرابلس قال له أنا في هذه اللحظة هدفي نسف عمود خرسان ومش أكتر، ولما جاء وقع على الخطة جرانيت واحد كان هو ده الموجود فعلا في الذهن وفي التفكير وفي التصور. على حال بدأ انه احنا في مصر بدينا بشكل او اخر نتكلم نقبل او على الاقل نقبل الحديث عن مبادرة روجرز. حاجة غريبة اول اللي حصلت انه اول نص لمشروع المبادرة جالنا واحنا في طرابلس، جاء في وزارة خارجية هنا بيرجس راح اداه لوزارة الخارجية، وهو نص المبادرة بندين اتنين، وقف اطلاق النار لفترة مؤقتة 3 شهور، ونمرة اتنين انه سفير يارينج ادوله فرصة يسعى على اساس دعم دولي وتفسيرات تساعده عليها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي او جهود تساعده عليها،
ثلاث أشهر فقط وشوفوا إيه النتيجة. وإحنا يناسبنا هذا المشروع المبادرة في نص ورقة بالضبط. جاء سلمه باجس السفير محمد رياض في القاهرة، بعتوه علينا في طرابلس، وجاء في طرابلس واستقر الرأي بشكل ما أننا سوف نقبله، أو أنه يساوي قوي أن نقبله، لكن نقبله مستعد، لابد له من دراسات كتير قوي واستطلاعات، لأنه موقف مما لا يجوز أن يؤخذ ببساطة كده يعني. لكن حصل في ذلك الوقت أنه جت أخبار بالقاهرة، وهذا موضوع ثانوي وجانبي لكن له علاقة بصراع آخر جاي فيما بعد. قالنا أنه وإحنا في طرابلس أنه أنور السادات رأي، وهو كان في ذلك الوقت نائب رئيس جمهورية في الاتحاد الاشتراكي، في اجتماع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الاشتراكي، عارف، سألوه على المشروع ده، قال لهم لا سوف نحن نرفضه. وجات كلام كتير جدا على انه انور، لو خصوصا لما عرف ان في اتجاه في طرابلس، واحنا موجود جمال عبد الناصر موجود في طرابلس، انه هناك اتجاه لقبول المشروع، بدا يبقى في تركيز على كيف انور السادات تجاسر ورفض قبل ان يعرف في القاهره. حصل كلام في هذا كتير قوي، وانا شفت في واحنا في طرابلس، شفت الحقيقة يعني عملية تحريض لا لزوم لها، انه ازاي هو ودخله ايه وما عرف ايه هو في هذا الوقت. وانا فاكر انه يعني انا اسمح نفسي ان اقول انه انا شايف جمال عبد الناصر لم يستفز بهذا الكلام، لكن قلت له الحقيقة يعني هنا في موضوع غريب قوي، نائب رئيس جمهورية، هذه المبادرة جت بالضبط حيث نريد نحن لها ان تجيء، في الظرف اللي احنا نتجئ فيه، وهذه استراتيجية، نحن سعينا اليه ورحنا فيها في المبادرة السرية وفي الزيارة السرية لموسكو وكل اللي حصل الفترة اللي فاتت. اذا كان انور السادات لم يكن يعرف فهذه مشكلة كبيرة قوي، لانه ليه لم يكن يعرف؟ لانه يعني مهما كان، طالما جاء في هذا الوضع عاجب بعض الناس او مش عاجب بعض الناس، باقي الى الابد او مش باقي الى الابد، لازم يبقى عارف، عنده فكره على حاجه. واظن انه الحقيقه انه جمال عبد الناصر كان شايف انه هذا معقول، وانه يمكن ما كانش في وقت كفايه لانه انور السادات يعرف على حل. لما رجعنا القاهره، ودي هذه قفزه الامام، انا شفت انور السادات كان استغل كمان معاه حكايه انه راح بيت الموجي في الهرم، حب يدور على بيت جديد لانه بيته وحش في الهرم اللي كان ساكن فيه. فلما رجعنا واحنا راجعين بقى في واحد، انه انور السادات حاول ان ياخذ بيت واحد في الهرم وتسرع في رفض شيء هو لا يعلم حاجه عنه. اما انا سالته قال لي انا رحت شفته في ميت ابو الكوم، قال لي انا كنت متاكد، كنت بتصور، ما عنديش فكره، لكن كنت بتصور انه المعلم هيرفض. فانا وسالوني في اللجنه قلت لهم لا مش مقبول، اعتمادا على تصورات. المهم يعني جمال عبد الناصر قبله، لكن هو ده الموضوع. انا قلت الموضوع ده استطرادا لانه دخل فيما بعد في اشياء اخرى، لكن رجعنا هنا وبدا يبقى في فعلا في كلام في اتجاه الى ان احنا هنقبل مشروع الرجس. انا مستعد اقول ان انا في هذه الفتره بديت اعمل، لانه هنا في نقله كبيره جدا في السياسه، في نقله في التفكير وفي الوعي، بدينا نعمل حاجه. انا وزير اعلام في ذلك الوقت، وزير شؤون وزير ارشاد قومي، ومطلوب ان احنا نعرض الموضوع ده قدام الناس، وهذا فيه تغيير، اقصد لانه في مرات بقى في تطورات سياسيه تجري، وبعدين يبقى في لحظه فيها ملائمه او ان راي عام يبقى فاهم ايه اللي جاري. فانا في ذلك الوقت اظن عملت تجربه لم يكتب لها البقاء طويلا في الاداره المصريه او في الطريقه اللي بتدار بها الامور في مصر، لكن قلت ان احنا طلبت انه عملت، انا حطيت حطيت بالظبط 39 سؤال ممكن يكون من حق الناس انهم يعرفوا حاجه عنها، وبعضها مما يجب ان يجيب عليه جمال عبد الناصر بنفسه، بعضها مما يجب ان تجيب عليه وزاره الخارجيه، بعضها مما يجب تجيب عليه القوات المسلحه، بعضها تجيب عليه المخابرات. وتوزعت هذه ال 39 سؤال على كل الجهات، وجات لي كل الإجابات على هذه الأسئلة، وديتها لكل أجهزة الدولة ولكل الصحف، لكي تكون حكاية إن أنا في لحظة من اللحظات أعمل بريفنج أو أعمل توجيه لرؤساء تحرير الصحف، أنا ده كلام بلاقيه ديجريدنج، بلاقيه لا يليق.
ولكن تصورت انه في هذا الوقت نعمل تقليد انه كل الأسئلة في شأن موقف طارق، في شأن موقف سياسي، في شأن خط قد يبدو مختلف على ما تصوره الناس، اذا كان رأي نائب رئيس الجمهورية يعتقد ان احنا هنرفض هذه المبادرة، فما بال الرأي العام العادي. الحل الوحيد كان في اعتقادي ان انا احط كل الاستفسارات وديها لكل الجهات المعنية في 39 سؤال، والحقيقة عملتها مش انا لوحدي، عملتها بكل مجموعة المستشارين اللي كانوا في مكتبي واللي وانا معاهم، وحطينا 39 سؤال واجيب عليهم، وراحت ال 39 سؤال في حوالي 100 صفحة واضحة بكل الاجابات امام كل من يعنيهم الامر، سواء في الصحافة، في التنظيم السياسي، في الإذاعة والتلفزيون. طبعا كنت أتمنى أنه هذا التقليد يستمر، أنه في كل الأزمات، في كل مواقف، أن تطلع ما يمكن أن نسميه ورقة، اللي هو بيسموها position paper، أنه ورقة مواقف، موقف موقف، في كل التصورات، في كل التساؤلات، لكن ما بيحصلش يعني. لكن عملناها على حال، وأظن أنها في ذلك الوقت كانت نافعة، وإن كانت طبعا بقى يعني في ناس كان عندهم تصورات اخرى تانية، يعني بمعنى انه جاء رجز عمل مؤتمر صحفي وقرر، عرف ان احنا بنقبل، راح اعلن في مؤتمر صحفي انه بعت مبادرة وان مبادرة فيها كذا، وقال في المؤتمر الصحفي ببساطة، سألوه ايه المبادرة دي، قال لهم والله بالنص كده الرئيس ناصر وجه نداء يوم أول مايو إلى الرئيس نيكسون، وهذه إجابة الرئيس نيكسون عليها بوضوح يعني. طبعا أما كنت بقول إنه في ناس قد لا يعجب، في ناس في الاتحاد الاشتراكي بقى، في اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي، بحثوا الموضوع وقدامهم البوزيشن بيبر اللي احنا حضرناها، وقدامهم وثائق كتير تانية، لكن نلاقي فيه كلام في ناس، ما بقولش أنا إنهم، عايز أقول إنه هذه المجموعة اللي كانت في الاتحاد الاشتراكي ناس من أحسن الناس ومن أحسن الوطنيين، لكن في بعض الناس يتصوروا في بعض المرات أن التشدد في المواقف، أنا ما بقولش إن دول كانوا يعني، هم دول الناس اللي حاولوا يحرجوا أنور السادات بشكل أو آخر في موضوع إنه والله رفض المبادرة وهو لا يعلم شيء عنها، وإنه والله راح في أثناء توليه السلطة في غياب جمال عبد الناصر وحاول ياخد بيت جديد، بيت مختلف، قد يكون في غلط، لكن ليس بالحملات يعني، مش بالطريقه دي. الاقي في المناقشات الاتحاد الاشتراكي ما يكشف ان ايه يعني، الاقي مثلا واحد من اعضاء اللجنه التنفيذيه العليا هو راجل من احسن ما يمكن عقلا وفكرا في القانون كمان، استاذ زي لبيب شقير، بيقول انه بالمنتظر بعد اعلان قبولنا بالمبادره ان يعلو صوت عناصر البلبله الرجعيه ممن كانوا ينادون من قبل بقبول الاقتراحات الامريكيه السابقه، والذين سيروق لهم ان يظهروا الان على انهم سادة الحكمه، واقترح سيادته القيام بتحرك لضرب هذه العناصر. اني عناصر؟ في اني رجعيه في ذلك الوقت؟ رجعيه ايه يعني؟ فين هي رجعيه؟ لكن هنا في مرات يعني، انا بعتقد لبيب شقير زي ما قلت فعلا، والاقي كلام استاذ ضياء الدين داوود ربنا يديله الصحه بيقول كلام انه لازم مش عارف ايه في الاعلام يبقى ايه، طب ايه الاعلام يعمل ايه، ولازم وفي تقصير وفي حاضر على عيني وراسي، لكن في مرات تدخل يعني انا مش عايز اقول، لكن في باسم التشدد وباسم الحرص مرات يعني على اي حال. لكن ما هو اهم من هذا كله؟ انه احنا بنقبل المبادره، وبدا يبقى يبان ان احنا بنقبل المبادره، الاسرائيليين في عندهم حقيقي لما اشوف كل البشر، الاسرائيليين في وضع في منتهى الصعوبه، اولا مضطرين يقبلوا، لا يستطيعوا، عليك جولدا بتقول انا لا مش قادر اخالف امريكا، ما اقدرش اخالف امريكا، هم بيتصوروا انه في فرصه ومصر بتقبل او بيبدو انها بتقبل هذه المبادره، ومؤتمر طرابلس وهم عارفين اللي بيحصل فيه، يبقى فيهم يبقى يعملوا مشاكل والى اخره، وهذا كله يعني متصورين قدام فرصه للضغط اكتر يعني، ومتصورين انه ممكن يستغلوا وجود السوفيات اكتر في ذلك الوقت. على فكره هم عملوا حاجه غريبه قوي قدامي موجوده في المحاضر، انهم حبوا يرصدوا وتمكنوا، حبوا يرصدوا عدد الطيارين السوفيات اللي بيشتغلوا معنا في الدفاع العمق، وسجلوا اصواتهم واستطاعوا فرز 50 صوت،
والروس ضبطوا هذه المحاولة والسوفيات واخترونا بها، وكاتشكن جنرال كاتشكن كبير الخبراء قالها في اجتماع في حضور جمال عبد الناصر انه ما لدينا هو وما لدينا وما لديكم ايضا اللي انتم سجلتوه ايضا، بيوري انه هم بيحسبوا وبيرصدوا وبيسجلوا اصوات الطيارين عشان يعرفوا هم كام. في مشكلة كبيرة جدا في اسرائيل، وفي حكومة ائتلافية، في ناس عاوزين ما يقدروش يقاوموا امريكا. ديان يقول بيقولوا لي ما يهمكش بالروس اللي موجودين في مصر، لا 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 ما حدش يقول لي الكلام ده ابدا. وجود سوفيات موجودين في مصر في الدفاع العمق هذه قضية يجب ان اخذها في حسابي، واي حد بيقول لي ده بيقول لي غير كده بيتكلم كلام فارغ لا يعلم حقيقة. نحن مضطرون الى ان هنا ان نلتزم بما تقول لنا الولايات المتحدة، لانه ببساطة في ظروف حرب لا استطيع ان اقاوم ولا ان انازع مصدري للحصول على السلاح. يبدو محمود رياض يبعث جواب للرجز بيقول والله احنا قبلنا المبادرة ولكن بشروط، عاوزين تفسيرات واضحة لحاجات اللي في قرار مجلس الأمن. ورجز بيرد عليه في إسرائيل، إسرائيل متأخرة في الرد في هذه اللحظة، وأنا أظن أنه هذه مهمة جدا، لأنه هنا بقى ما هوش واحد بيتكلم والله أختبر الاحتمالات كيفما تكون، هختبر الحل الأدنى وهختبر الحد الأقصى وسوف أرى ماذا أفعل هنا وماذا أفعل، لا أبدا. هنا في طرف، وأنا بعتقد أن هذه نقطة في منتهى الأهمية، أنه ونحن نتفاوض يوم 30 مع الأمريكان ونحن نبلغهم بقبول مبادرة رجز والإسرائيليين رافضين، في هذه اللحظة اتخذ قرار بأنه تتحرك كتائب صواريخ جديدة إلى الجبهة، السام 3 والسام 6 المتحرك اللي كان وصلوا تدخل إلى الجبهة، ودخل التيل 30 والإسرائيليين حسوا أنه في شيء ما يجري على الجبهة. وتاني يوم كان عندهم 8 طيارات فانتوم بتقع، وما أقول بقى 8 طيارات فانتوم مش بتكلم عن أنا بقى ولا بتكلم عن القيادة المصرية، بتكلم على كلام رابين نفسه في مذكراته. رابين نفسه جنرال رابين وهو السفير في أمريكا، سفير إسرائيل في المتحدة الأمريكية وهو رئيس أركان حرب السابق، بيقول انه بيضغطوا عليا ورجز بيقول لي كذا، ورحت قابلت الرئيس الامريكي والرئيس الامريكي بيقول لي انا ما انتوا داخلين اسمع، بيقول لي كده بوضوح يعني انا انتوا هتعرضوا مصالحنا في الشرق الاوسط لخطر، انا ما بيهمنيش حكايه بترول، الدول المعتدله لاصدقائنا انتوا هتودوهم في مشكله، التواجد السوفيتي اللي حاصل في البحر الابيض واللي بتشكيلي منه ايران وتركيا انا غير مستعد لقبوله. يا اخي انا كل مره بتخشوا تضربوا العرب انا ببقى سعيد واقول ان شاء الله تنجحوا اضربوا زي ما انتوا عاوزين، لكن في عند نقط معينه لابد ان تسمعوا وان تفهموا. لكن يقول رابين ان انا رجع يوم 30 ده اللي انا بتكلم عليه، كنت رجع الى بيته في السفاره بعد مقابله في البيت الابيض، ثم جاءته الرسائل من اسرائيل انه سلاح الطيران النهارده بيجص الاحوال على الجبهه، سلاح الطيران الاسرائيلي، لأنهم سمعوا أن هناك صواريخ دخلت، فإذا خسائر في الطيران لم تسبق ولم يحدث لإسرائيل أن تحملتها. هذا في موقف سياسي وفي إدارة سياسية لأزمة اختلط فيها القبول والرفض، واختلط فيها الرضا والممانعة، واختلف فيها الحل والسلاح والسياسة بكل وسائل، لكن سياسة سعت بكل ما تقدر عليه والسلاح دخل وراها، لأنه لا فائدة من سياسة بلا سلاح. صباح الخير.